اخي كان اللي حنا وصلنا لها بحجاج عارفين شنو قاعد احنا عارفين وغادي نقولوها في المرافعه كتجعلنا اننا نطلبوا من السي توفيق بعشرين انه يقبل يصبر ديك الهضره الخاويه البورنو ديال السلاقط اللي حنا بدينا من النهار اللي داروا السريه وما عندهم شي مخطط ديال السريه مخطط وانكم ما تحضروش باش ما تعرفوش شنو وقع في القاعه فهاد حنا الهضره ديال السلاقط فهمتي السلاقط بمعنى الكلمه الهضره ديال السلاقط سلقت بمعنى الكلمة واش هذيك دارت وقفة الأخرى دارت نعسة الأخرى دارت مكوزة وصلنا لواحد التبهديل رديل 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 حنا صابرين 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 أخيرا توفيق بوعشرين انفجر وناض قالوا السيد الرئيس طلعتك الخير أنا بغيت نسحب أنا الهضرة دي لا تهمني أنا مش عني بها أنا ما كنجيش إن أنا باش باش نبدا نصبر الهضرة ديال عباد الله كيحكيو على مقرا في الكتوبة ديال سامرة ساماتوسترا ما بقاش كتعرف ها ساماتوسترا أنا ما كنعرفوش كنت كاماتوسترا كيعرف ها كاماتوسترا كتعرف ديك 99 حركة ديال الى الاجاء ولا اش كتقولوا له الجنس الجماع انا ما المهم جا الاستاذ زهراش اللي كان في القاعه ديال 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 الغرفه ديال القاعه جا كيسب وكي غاوت شكون بغيتي تكون تمشي في الدار باك هنايا واسكوت تقولوا لي اسكوت الخياده ربط فمك وصل حتى لقفص الاتهام قفص الاتهام حرمه ديال المتهم ماشي توفيق بوعشرين اللي خرج من قفص الاتهام ومشى للمكان ديال مطالبين بالحق المدني توفيق بوعشرين وقف كان واقف قفص الاتهام كيكون الرئيس نعطيك الخير اسمح لي نسحب هادشي راه ما باسد بزاف وما عندناش علاش نصبر نهضر الخاويه ملي تجي الدور ديال النيابه العامه انا مستعد نسمع حجاج الحجه اللي كتجعل انه شي حد بغى يقنع المحكمه لان كيتوجه للمحكمه ماشي توفيق بوعشرين وذا كان القاضي اللي كيتوجه له مطيب الحمدلله معني باش يعرف واش خصو يدير واقف مكوز ولا نعس شغلو هذاك بصدق زعما وذا وصلنا للدرجه ان كنكتبوا مع القضاه كيفاش يديروه ايوا ما نشوف حنا من هذه البلاد هي تسالت الفهمه دونك حنا كنديو مع القضيه باش نقنعو علاش هذاك توفيق بوعشرين قول لي علاش هذاك توفيق بوعشرين قول لي علاش وثانيا قول لي شنو الضرر اللي لحقك باش نعوضو لك ملي تثبت ليا بانه فعلا داكشي هذاك هو توفيق بوعشرين عطيني العناصر اللي كتقول تقول بان هذاك انا اما شي هضره اخرى ما كيهمنيش ما كيهمنيش ما كيمنيش ان شي واحد من المحامين يجيب لي انا الموكله ديالي طاطا يمكن نقولها لكم لا حمد الدين سولتها وقال لك راه عنده صغير بزاف ستيد وبلادي ماشي هذا ماشي ماشي قضاء راه جانا تسلقط وهذا اللي جعلني انا خرجت وقلت دي هذا تسلقط المهم اللي هجم على زهراش كتعرفوا زهراش عنده مترو 80 ولا مترو 90 توفيق بوعشرين يكون عنده مترو 60 مترو 65 وفي وسط القفص الاتيام كيسمي القفز 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 ماشي الصالون او لا بيسين او لا قاعه المتهم سميتو قفص قفز ادخل له في وسط القفز تغوت عليه هذه غير مقبول او كيدير له هذه ماشي ضربك باش تدخل لها فوق اش ما تبغي وتسمع اللي بغيتي وما تسمعش اللي بغيتي انا ما وصلناش للحكره هذه